إن الله لا يخفي عليه شيء. صروخ طابي من مدينة سبانور، جرافيك ديزاينر، شاعرة وفاعلة جمعوية بمدينة سبانور. في يوم العالمي للمرأة إنه حتى حاجة ما تستاهل، احنا تخلقنا في الدنيا باش نكونوا فرحانين، ماشي باش نحزنوا باش نيأسوا ونبقاو نبكيو. البلاكس كما كنقول انا في واحد البيت وقصيدة ديالي، خلقنا من اجل العطاء وليس الغرق في البكاء. فيعني دائما بقى تشوف الحياة بواحد الروح ايجابية وحلمه حلموا 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 بزاف، ما تحطوش حدود الاحلام ديالكم، لانه الا ديك الاحلام اشتغلتوا عليها غير شويه غادي تولي واقع باذن الله. كنحاول نبرمج دائما وقتي وننظم وقتي ونخلي اولويات عندي، فما كنخليش وقتي يضيع في اشياء اللي هي تافهه، مثلا مواقع التواصل الاجتماعي ولا هذا، كنخليهم يسرقوا مني وقتي. فكنحاول انه وقتي دائما كنعطيه الاشياء اللي هي مهمه، فما كنضيعوش غير هكاك. بالنسبه لهاد المواهب فكل حاجه وكيفاش جات. فبالنسبه للشعر فانا من الصغر يعني كانت يعني عندي محاولات كتابه الشعر والسجل، لكن يعني هادشي اللي طورته يعني بقيت غاده وكنطور من نفسي بشويه بشويه. وبالنسبه للتصميم جرافيكي فمنذ نعومة أظافري وأنا كنعشق شحال سميتها الرسم والألوان والطبيعة، وبقيت كنطور بشوية بشوية، لكن بالرسم على الورق أنا ما وصلتش لواحد المستوى اللي هو بعيد. فحاولت أنه نبحث على طريقة أخرى، فلقيت أنه يعني مجال التصميم صافي. بديت بشوية بشوية كنتعلم باغ انترنت، لأنه ما كاينش ديزيكول بريفي هنا في سيدي بنور. فما ماشي قلت لا صافي ستوب نوقف هنا ولا لا، بالعكس يعني بديت كنحاول نقلب على الطرق باش نتعلم. صافي بديت كنتعلم بشويه بشويه، صافي بديت كن فوالا. الصوره ديالي يعني كما نقول يعني تبرمجت على واحد المساله، هي انه ما نامنش بالاعاقه ديالي. فانا ما كنشوفش راسي انه انا هانديكابي او شي حاجه، لا كنشوف راسي بحالي بحال الاخرين، وانما يعني احيانا كنشوف راسي انه انا احسن من بزاف، لانه كنقول انا متميزه من عند الله. يعني انا ربي خلقني كايه باش الناس يشوفوني ويقولوا الحمد لله. فانا كنكره واحد الكلمه هي اللي من مثلا كيكون واحد الشخص هانديكابي دايز مع الطريق، الناس كيقولوا الله يستر. لا ما تقولش الله يستر، تقول الحمد لله لانه عافاني مما ابتلى غيره. فيعني فوالا كنشوف راسي متميزه، كنبقى غاده في الشارع وانا كل ثقه في النفس، فخوره براسي فرحانه براسي، كنشوف اش عندي ما كنشوفش اش ناقصني. فكنشوف يعني كنشوف راسي انه ربي عطاني بزاف ديال الحوايج، فعلاش غنبدا نتشكى على اشياء اللي هي تافهه؟ يعني عادي بحال ما كاين حتى مشكل. لا شك ان الام ديالي يعني من الصغر ديالي ربات فيه الامل، زرعت فيه الامل بشكل كبير بزاف. يعني لحد الان مازال معايا، في ماني كتجيني بعض النوبات ديال الاحباط او الياس، يعني كدوي لا خاصك تكوني واقفه على رجليك، خاصك تكوني قويه، خاصك يعني باش توصلي وتحقق الاحلام ديالك. يعني انا كنظن لو انا ما كانتش الام ديالي ما كنتش غنكون يعني عندي هذا الكاركتر اللي انا يعني عندي دابا. فيعني الام ديالي ساهمت بشكل كبير كبير في النشاه الفكريه ديالي، ورسم طريق الهدف ديالو، لانه انا يعني في الدار يعني مسدود عليا فوالا. يعني كنتعامل مع ناس خارج المغرب، هذا في التصميم الجرافيكي كنبدا كننمي الموهبه ديالي، كنقدم الناس مجموعه ديال الاعمال في المجال الابداعي. فكنشوف انه يعني فهمتي يعني ولو انه من الدار ولكن كلمتي واعمالي واصلين بعيد، فهمتي. الامنيه انا ديالي هي انه الناس تفكرني يعني من بعد موتي، انه نخلي واحد الاثر طيب في الارض. يعني كما كنقول انه لا اريد ان اكون انسانه تاكل وتشرب وتنام، وانما اريد ان اكون نجمه لا تغيب عن شمس هذا العالم، لا تغيب عن سماء هذا العالم عفوا.
ف اللي كنتمنى هو انه ندير شي حاجه اللي نتخلد بها، انه يبقاو الناس يتفكروني بها. هذا هو المهم، انه ندير مثلا اعمال في مجال التصميم الجرافيكي او لا في الشعر، انه تبقى من بعد يعني الاجيال من بعدي ان شاء الله.